السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. فيديو اليوم على طلب التحدي، واحد اتحداني يلعب قناص ومسدس، فجبت لكم هذا الجيم وان شاء الله يعجبكم الفيديو. بس صار شيء بهذا الفيديو انه كنت معصب كثير مع الشباب، عم بعصب وعيط لانه كل ما اضرب طلقه واحد اذا مو ميت بيجوا بيسرقوا لي الكيل، فهذا الشيء سرقوا لي كذا كيل. عصبت كثير بالجيم لانه هن شايلين سلاح وانا مسدس والقناص، بضرب واحد اذا ما ينزل نوك كان بيجوا بيضربوا لي وشيلوا. فهذا الشيء خلاني اعصب بالجيم ما كان في كيلات كثير، يمكن 13 14 كيل ما بعرف. فبتمنى انه يعجبكم الفيديو. وقبل ما تبداوا هذا الفيديو، اذا كنت اول مره عم تتابعني، لا تنسى تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس لتشوف كل فيديوهاتنا الجديده وفيديوهاتنا السابقه. ولا تنسوا كمان تعطونا لايك وانت عم تتابع الفيديو، كومنت حلو على ذوقك، اهم شيء اللايك والكومنت والشيراتكم عشان نوصل اكبر عدد من المتابعين. تحياتي لكم وشكرا لكم واحبكم، واشوفكم فيديو جديد والسلام عليكم. سكواد البني شرحون ما عاد إلنا حكي، بس شوف لعبة تكتيك واسمع لي صوت البكي. سكواد الحارب سكواد المعاقب، بدك تتحدى ايه تحمل العواقب، خالف للمسؤولية إذا صابك إفراط، شعور بالفشل كآبة وانحطاط، لا تلومني شو بساوي انت اللي تحديت، لو كنت مكانك حالي بهالموقف ما رميت. سكوادي قادر انه زلزلك ارضك خليك مجنون. يو انا معي دي بي هناك شباب، اذا شفتوا مسدس انتوا كمان اي مسدس الرش، مسدس صداك الرش. ايوه ترى ما في انفور تشيله ولا حتى فوق. عندي صار عندي مسدس بس بدي طلق. طلق احمر معك؟ اوكي بس اشوف اجا دروب تبعك بلكي يجيك لهم كمان، يصير معك سنايبر. معي سنايبر كار. اوكي ماشي جاب دروب. في جروزه اللي بده جروزه يجيب. والله ما يعرفني. أصدقاء أصدقاء هون، هاي هن هون. enemies ahead. والله ما بعرف. لا. دي طلق أحمر. لا. والله. لو لقيت طلقة أحمر عندك ولا؟ والله إذا لقيته شيله. والله في يوزي هون أنت شايله، في واحد عندي. زنفار وين؟ عليك. مخزن ما جايب لي شيء. مخزن شو؟ هذا مخزن 40 طلقة. المخزن سريع. يا طفايا لفوق المطار.
ليك 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 ليش في حدا حتى يشيلك؟ كلياتكم نوك؟ شيلهم حدا يجي ورا السيارة مشان اخذ مكان ورا السيارة، هون ما في كفر منيح. انت معي ستة هاي، راح احط لك وحدة تاخذ عند السيارة. منيح لحقت. احط لك هون. بلا. شيلوني. شل ليك اللوج، يا الله البينج عندي 500. ما طلق احمر شيء. البينج زبالة، يا الله البينج زبالة. خليني شو قنبلة حباب. هل بدك سكوب 8 بما انه شلت كار؟ معي 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 معي. انا بدي سكوب 8 زكاة. ها حطيت لك. هاي بنزين لانه ما ضل عندي مكان وبدي طلق اخطر. ليكو 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 تحت عند البيوت، لحظة لحظة عند البيوت هو. عمى ضربته وما نزل البينج، يا الله البينج نزل. كم برين كلات؟ Enemies ahead. 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 على السيارات يلا.
مكان الرمى هو؟ ما اعرف مكمبر. Enemies ahead. وين الشباب؟ بس انمي مشان نعرف وين هن. هربوا هربوا. الكل صاير عم يضرب والله العظيم ما عاد اعرف. راندي كابوس وينهم؟ Enemies ahead. Enemies ahead. في واحد كان هون. Enemies ahead. كان في واحد مكمبر هون. تعال طلع وفجأة اختفى. هذول اللي ورانا اصلا نسيناهم. هيك السيارة هون عم يضرب سموك. Enemies ahead. يعني والله بربكم والله ما اعرف. يعني انا طلقاتي ليش عم بضربها؟ معناته ما اضرب انا خالص. عم بضرب على هذا بيتدمج تاخذوه انتو، بضرب على هذاك بيتدمج تاخذوه انتو. يعني على شو اضرب انا؟ ما في داعي يعني خالص. Enemies ahead. يا الله ما عاد اعرف. ربي والله العظيم عيب. ولو والله العظيم هي اسمها مسخره وكل هوا. والله العظيم مسخره وكل هوا.